السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة معانا كيا كيرنز 2014، هركب شاشة M5 مع كاميرا خلفية. دي الفيشة الأصلية بعد ما فكينا الطابلو. دي الكاميرا اللي هتركب، كاميرا حفر. ودي الشاشة اللي نازلة جديد M5 HSH. ادي العلبة اهي، عجبتك تجيب زيها على طول. العلبة اهي، وتصور العلبة وتروح تجيب زيها. شاشة M5 مش اندرويد، وفيش على فيشة برضو اهي، فيشة على فيشة، يعني الفيشة بتاعت الشاشة زي الاندرويد بالظبط. اللي يفرق ان دي فيها مساحة داخلية وفيها رام، تخش على جوجل بلاي اندرويد، لكن دي M5 بس نفس الشاشة نفس الريزولوشن. يفرق ان زي ما قلنا ان دي اندرويد ودي عادية. تمام، دي الفيش اللي بتيجي معاها، ودي وصلة الفيديو اوت والصب، ودي وسط الكاميرا، وبيجي 4 مسامير عشان تربط الشاشة في الفريم، وده مايك، مايك للمكالمات، زائد ان هي فيها مايك، الشاشة فيها مايك، وبيجي لك معاها مايك خارجي. بس طبعا انت بتشغل واحد منهم، يا ده يا ده، مينفعش تشغل الاتنين. كده احنا فكنا تابلو وشفنا الشاشة، شفنا محتويات العلبة بتاع الشاشة، وادي الشاشة اهي كأنها اندرويد بالظبط. طبعا لازم نجرب الشاشة الأول، هنشوف الأول نظبط المالتي اهو. تمام، طبعا الشاشة الأصلية أو الشاشة لو جودتها كويسة بتشغل الفلاشة الأصلية بتاعة العربية، طالما هي فيشة على فيشة. كده احنا بنعلم الملطة اهو، بتدوس على زر الطارة دوسة طويلة، وبعد كده تعلم على الشاشة. بعد كده في علامة صح في الآخر خالص اهي باللون الأخضر، تعلم عليها، تدوس عليها عشان يسيف تعليم الملطي اهو. خلاص كده نطلع بره، هو بيعلي وقت اهو من الطارة. دي شاشة M5 مش اندرويد اهي، M5، والفلاشة الاصلية اشتغلت، فلاشة العربية الاصلية. كده احنا ركبنا وسط الكاميرا وجمعنا الوصلات كلها بدون قطع في الاسلاك. طبعا هما كده هنشيله، مش هتركب دلوقتي لانه كده كده فيها مايك. تمام، دي الشاشة بعد التركيب في منتهى الجمال اهو، اهو ليها باسورد 4 اصفار، وتجيب علامة تركيه. بعد كده بتقفل الجهاز وتفتح، تظهر لك علامة الكيا على الشاشة كأنه بتاعها بالظبط اهو، علامة الكيا، زائد ان الفلاشة الأصلية بتاعت العربية بتشتغل تحت اهو، زائد ملتي الطارة شغال تمام، مفيش اي مشاكل، شاشة ممتازة وعملية وسعرها معقول خالص. ودي الكاميرا الخلفية، ورقم الشاشة 9 شرطتين 02. ونشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله مع شاشة جديدة. مع تحيات حمادة دي جي.